ماجد عنده ذرين، شلون؟ بسبب الغياب من غير عذر. شلون يغيب من غير عذر؟ أنا كل يوم الصبح أشوفه يروح قدام المدرسة. ماجد انحاش من المدرسة، مو بس هو يا ربعة، والحارس شافهم أكثر من مرة، وطبعاً حسبوا غياب في الحصص اللي ما حضروها. أستاذ محمد، من صدق اللي قاعد تقوله؟ يا أبو ماجد، ولدك بالثانوية، الغيابات والإنذارات تأثر على معدله، ولازم تنبهه عشان لا يضيع مستقبله. لا يا معود، ما يخلق تكفى، روح بروحك. زين قوم خل نروح ناخذ لنا شيء. انت شنو مو جوعان مو عطشان؟ ما يخلق اروح انا، اذا انت بتروح جيب لي معك، بس الحركه مني واني متحرك. فجوت هذا ابوك شايب المدرسه؟ ما ادري. يباي ايش حقت الحاش المدرسه؟ ايش حقت الحاش المدرسه وتسيت في الشوارع؟ ها؟ اي والله يخليك، خلينا نرجع البيت وتسوي اللي تبي. استكفى مو قدام شباب، شوف شلون خايف تهزج انك تتهزج قدام الشباب. ليش تنحاش المدرسه؟ ليش؟ ليش تنحاش المدرسه؟ وخرت سامي، ماجد ما ادري ايش في معصب. انت وينك اليوم الصبح؟ دقيت عليك البيت ما حصلتك. اي كنت ببيت فوزيه ومدانه يارتنا. اي فاضيه، ما عندك شغل، ما عندك تربيه ياهال، ديرين بالك عليهم، بس فاضيه تروحين حق الجيران وتطلعين مع الشناين، صح؟ هو سامي ايش فيك علي؟ عسى ما شار. تدرين ان ماجد على انذارات بالمدرسه ولا ما تدرين؟ وي عسى ما ياثر على معدله. صدق والله؟ وايد مهتمه ما شاء الله. تدرين ان ماجد ايش قحصور المدرسه ما يحضر حصصه ولا ما تدرين؟ ما تردين؟ تدرين ولا ما تدرين؟ اي مره جراح قال لي، وانا قلت له كلمه وهو قال له ما راح يعيدها، بعد انا توقعت يسمع كلام عمه، لان اي واضح ما شاء الله سمع كلام عمه، قام يشد حيله ويدرس وياكل الكتب، اصلا قام امتياز كل سنه ما شاء الله عليه. انا الف مره قايل لك لا تدخلين احد من عمامه في تربيته، بس انت ما تسمعين الكلام. وبعدين وياك انت، وبعدين وياك. يلا شوفي لنا حل الحين في الكتب اللي تقرينها حق تربيه العيال، شوفي في اي صفحه فيها الحل حق مشكله ولدك. تعال انت، وين رايحه؟ يبا رايح حق امي. قاعده كامله غداك؟ يلا ثبري ان شاء الله. يلا اكلوا، ايش فيكم طلعوني؟ انت ما تستحل وهيك تحقرني وتمشي؟ بعدين انا توقعتك تسمع كلام جراح وما تنحاش من المدرسه، ليش تفشلني قدام ابوك وتطلعني غلطانه؟ اذا انت فشلت قدام ابوي اليوم انا فشلت قدام المدرسه كلها. ليش؟ ايش صاير تحكى؟ لان ابوي اللي قاعد تقولين عنه فشلت قدامه اليوم يا المدرسه وهزيني قدام كل ربعي، هزيني وقاعد يطقني قدامهم كلهم وما رضى يوخر عني، الا لما الاستاذ وخر عني. تحكي امه شاطره، تحكي قولي هذا ابوك اللي خاف عليك ومصلحتك، ليش صارت تقولي؟ ما يخالف حبيبي، انا ما راح ادافع عن ابوك، ترى مهما يكون انت بجري وما ارضى عليك، لا ارضى ان احد يهينك قدام لوادم ولا يغلط عليك. وابوك غلطان، بس
سامحني ما اقدر اسوي شيء. ما تدري شنو اكرهه؟ تدري شنو يعني اكرهه؟ ولا عمري حسيت اني احبه، وكل يوم ادعي انه ان شاء الله يموت. لا ماجد لا تقول كذي، مهما يكون هذا ابوك. حبيبي انت كبرت، في اشياء نقدر نغيرها بحياتنا، بس في اشياء ما نقدر نغيرها. يعني الحين انت تقدر تغير ابوك؟ لازم تتعايش مع الوضع. شلون قدرتي تتعايشي معاي؟ انت عبالك انا ما ادري عن المشاكل اللي قاعد تصير بينكم. ايش فيش تصبق الباب كذا انتي؟ انت طاق ولدي بالمدرسه قدام اللي يسوى اللي ما يسوى؟ اي عاجب السواته؟ لا مو عاجبني، بس ما اعرض اطق ولدي قدام الناس. اي تحكي عدل، ايش فيك انتي؟ اطقه كسر راسه لاني قاعد اربيه. الطير اللي شاف ولده ما يطير انغزه بمنقاره لين يفرد جناحه وطار. فهمتي الحين؟ انت ليش لما نجي عند موضوع التربيه تجيب سيره الطيور والحيوانات؟ الله كرمنا بالعقل. اقول خليني اربي عيالي بالطريقه اللي اشوفها صح، طريقه الكتب هذه ما تنفع. عيالي إذا هذه طريقتك بالتربية للطيور والحيوانات أنا بسوي نفس القطاوة. تدري القطوة شو تسوي إذا حد قرب من عيالها؟ تهجم عليه وتشمخه عشان تحميهم. يما قاعد اقول لك ما رايح المدرسه، عقب ما طقني وهزاني وفشلني قدامهم كلهم باكر تبيني اروح؟ وانت عاد شنو تستفيد اذا ما رحت؟ كذي بيزيدون انذاراتك ويطردونك من المدرسه، كذي تثبت حق ابوك انت ان انت صج ما تيلا بالطق والزف. يما انت حطي نفسك مكاني، راح تقدرين تروحين؟ ادري ان موقفك صعب وادري اللي سواه ابوك غلط، بس انت لازم تركز بهالسنه لان هالسنه انت تحدد مستقبلك والكليه اللي بتدشها. شنو يعني قصدك تدوس على نفسي؟ ما يخالف يما. لا يما مو ما يخالف، لأن حتى أنتي وايد قاعد أشوفك قاعد تدوسين على نفسك علشان أبوي. لا حبيبي، أنا ساعات أجامل أبوك وسايسة بالكلام الحلو عشان تمشي الحياة. هذه كلش مو مجامل اللي قاعدين عنها، هذا اسمه نفاق. وقالوا لا تبالغ في المجاملة عشان ما تطيح في بير النفاق، ولا تبالغ في الصراحة عشان ما تطيح في وحل الإساءة. صباح الخير يا وي الخير. صباح النور. ممكن تطلع من الدوام؟ ليش؟ أنا برا. ليش في شيء؟ بخطفك. إيش فيك؟ اطلع لي بسرعة. إيه أنا عند البوابة الرئيسية. يلا. أوكي يلا باي. خير ولا اهت عليك شيماء؟ مو مصدق طالعه من دوامك وجايت لي هني عشان تقولي لي هالكلمتين. وانت ايش فيك؟ قبل كنت رومانسي، ليش تغيرت كذي؟ حبيبتي انت قضيتي على كل شيء، قضيتي على الرومانسيه، قضيتي علي، قضيتي على كل شيء. ايه ايه ايش فيك تضحكين كذي؟ تحكي عندك شيء؟ شكلنا كنا موعدين تضحك. ايه تحكي. انطر انطر، ايش فيك مستعجل؟ تفضل. شنو هذا؟ هدية عشان تراضيني؟ واي انت ليش وايد تتحلطم؟ بطلها شوف.
شنو هذا؟ انت مو مره قلت لي انك تحب التصوير؟ اي بس هذه غاليه. شنو يعني الغاليه رخص لك؟ الله يعني دي كبرت حبنا. شوف حبيبي انا ادري ان انت لايعت شبدك من الدوام عشان كذي قلت اجيب لك كاميرا وتمارس هوايه تحبها العصر عشان انت من داخلك تكون مرتاح. اول مره بحياتي احس ان انت فاهمتني عدل. مشكورة حياتي. الناس قاعد تخزنا شكلهم بيدقون على الشرطة. عاد انت الحين ردي الدوام على طول وقلتك هذه دخلي ها.